أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث مخصصها للحديث عن مستقبل الأوضاع بمحافظة أبين في أعقاب زيارة وزير الداخلية أحمد الميسري وحديثه عن اعتزام الحكومة استعادة كافة مؤسسات الدولة في المحافظة. تعهد وزير الداخلية أحمد الميسري باستعادة كافة مؤسسات الدولة والتصدي لكافة المحاولات التخريبية في محافظة أبين. الميسري طلب خلال لقاء تشاوري أبناء محافظة أبين بالوقوف في صف الدولة ومساندتها في تطهير كافة المناطق من الجماعات الإرهابية، داعيا إلى نبذ الأفكار المتطرفة والمساعي الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تتمكن الحكومة فعلا من استعادة كافة مؤسسات الدولة؟ وهل تم تجفيف منابع الإرهاب في المحافظة ومدينة زنجبار؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. حضور حكومي جديد في أبين، المحافظة الأكثر تضررا من الإرهاب، هكذا يبدو المشهد في الزيارة واللقاء التشاوري الذي عقده وزير الداخلية أحمد الميسري مع وجهاء المحافظة في المجمع الحكومي بمدينة زنجبار. الميسري في لقائه أبناء المحافظة والقيادات الاجتماعية أكد اعتزام الحكومة استعادة كافة مؤسسات الدولة والتصدي لكافة المحاولات التخريبية التي تقودها الجماعات الإرهابية في محافظة أبين. تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية منذ 7 أعوام فرضوا واقعاً مغايراً في المحافظة بعد سيطرة التنظيم في العام 2012 على مدينة زنجبار والمدن القريبة منها، ما تسبب بدمار كبير في البنية التحتية جراء المواجهات التي خاضتها قوات الجيش مع التنظيم لطرده. قوات الجيش تمكنت بعد ذلك من السيطرة على المحافظة ونصبت النقاط على طول الطريق الواصل بين عدن وأبين، وهو ما ساهم في تهاوي التنظيم بعد اعتقال ومقتل عدد كبير من قياداته. لكن التساؤلات ظلت قائمة لدى مراقبين حول إمكانية الحكومة من إعادة سيطرتها بشكل فعلي في المحافظة، خاصة بعد تمكن قوات الحزام الأمني والقوات المسلحة الإماراتية من الانتشار في عاصمة المحافظة زنجبار وغياب قوات الجيش الموالي للشرعية من المحافظة. العمليات التي نفذتها قوات الحزام الأمني لم تتمكن من القضاء على التنظيم بشكل تام بالنظر إلى وجود الحاضنة الشعبية لها خصوصا في المناطق الريفية وبقاء العديد من جيوب التنظيم حاضرة في المحافظة. وزير الداخلية وأثناء الزيارة طالب جميع القبائل بالمساهمة في نبذ الأفكار المتطرفة والتي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في أبين والمحافظات الأخرى المجاورة، فيما تظل مطالب أبناء أبين بتحقيق الأمن وإعادة الخدمات حاضرة بكل زيارة حكومية. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف من أبين وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن سيد محمد ناصر الجحمة. أرحب بك إذا سيد محمد، ما الأسباب بداية التي دعت إلى انعقاد هذا الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على هذا اللقاء وأشكر الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. بالنسبة لهذا اللقاء يعتبر لقاء ممتاز ونحن كنا منتظرينه لكنه تأخر، ولكن اليوم حصل هذا اللقاء بناء على استجابة الرئيس عبد الرب المنصور هادي وبحضور الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والأخ محافظ المحافظة، اللقاء مع المشايخ والعيان الذين يشكلون الآن لمساعدة السلطة المحلية في المحافظة لإعادة مؤسسات الدولة والسيطرة عليها ومواجهة الإرهاب والتطرف والعمل يد بيد مع الحكومة والشرعية الدستورية برئاسة المشير عبد الرب منصور هادي لهذه المحافظة. كما تعلمون أن محافظة أبين تعرضت من 2011 للتدمير الممنهج من قبل الغاء في زنجبار بعض المديريات و2015 من قبل الحوثي، ولكن بفضل الله وبفضل جهود الحكومة والرئيس هادي والتحالف العربي استطاعت محافظة أبين أن تعود إلى وضعها الطبيعي، واليوم حضور
الاخ عيسى نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه هو ادليه القاضي عن محافظه ابين عادت عليها الامن والاستقرار، ولكن هناك في صعوبات، وهذه الصعوبات تتطلب العمل الموحد بين السلطه المحليه والمركزيه. طيب تحدثت عن صعوبات استاذ محمد، لنا يعتبر حافز قوي. نعم تحدثت عن صعوبات، ما هي ابرز الصعوبات التي تواجهها محافظه ابين في هذه الفتره بالتحديد؟ بالنسبه لمحافظه ابين هذا ما سمعت لكم بانها تعرضت للتدمير الملاعق من قبل في 2011 نتيجه تسلم نقل السلطه نتائجا بمحافظه ابين في 2011 ونتيجه لمواقفها ونتيجه لمواقف الرئيس عبد الله منصور هادي. واليوم الصعوبات موجوده في الواقع. اولا الاجهزه الامنيه لم يتوفر لها الطلبات الضروريه الخاصه بالاجهزه التي تستطيع ان تعمل بها على ارض الواقع، بالرغم من الاوضاع اليوم تشق الحال بذلت السلطه المحليه براس الاخ المحافظ ودعم وتأييد ومشاركه فعاله من الرئيس والحكومه والتحالف العربي، ولكن نحن نريد المزيد من الدعم على ارض الواقع في جميع المديريات حتى نضمن الامن والاستقرار لمحافظه ابين. ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ محمد. ارحب بمن ينضم الينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ نبيل البكيري. استاذ نبيل، اذا كيف يعني بدايه ما هي قراءتك لزياره نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه احمد الميسري الى محافظه ابين ولقائه بالمسؤولين المحليين والوجهاء في المحافظه؟ لا شك انها زياره اعتياديه مطلوبه من الرئيس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه في ان يقوم بهذا العمل المعتاد في اطار عمله اليومي، لكن ربما لعل الجديد هو الاجتماع الكبير الذي مثل اجتماع كبير ونوعي في الاول من نوعه في محافظه ابين مثلا بوجهاء ووكلاء ومسؤولي هذه المحافظه الكبيره والهامه في تاريخها وتاريخ الصراعات اليمنيه. كانت ابين محور ارتكاز كثير من المحطات والازمات التي عاشتها اليمن شمالا وجنوبا. وبالتالي ربما هذا الاجتماع هو الجديد في ما يتعلق بالاوضاع الداخليه او السياسيه في هذه الايام في عدن وفي المناطق المحرره. ولعله ايضا هو استجابه لتردي الاوضاع السياسية والخدمية في هذه المناطق المحررة، وفضل عن الانتكاسة الكبيرة التي تشهدها الحالة الأمنية فيما يتعلق بالاعتقالات والاغتيالات وحجم المعتقلين والمختفين قسريا، وخاصة الذين ينتمون لهذه المحافظة ولغيرها من المناطق الجنوبية. وبالتالي ربما هذا الاجتماع قد يكون بداية مرحلة تصحيح هذا الخلل الكبير الموجود في المنظومة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن في المناطق المجاورة. طيب أعود إلى الأستاذ محمد ناصر. أستاذ محمد، هل تشهد المحافظة انقساما سياسيا؟ لأن هناك بعض المحافظات المحررة التي يعني فيها ما يشير إلى وجود انقسام سياسي، انقسام حتى في العملية الإدارية أيضا. هل تشهد أبين هذا ايضا؟ بالنسبه لمحافظه ابين هي لم تشهد هذا الانقسام، وانما هي موحده بشكل افضل من المحافظات الاخرى، ومع مشروع اليمن الاتحادي ومع تحرير اليمن وانهاء الانقلاب، ويوجد ابناء في كافه الجبهات، وهذا دليل قاطع عن محافظه ابين هي مع اليمن الاتحادي مع مشروع هادي وليست مع اي اطراف اخرى. وهذا اللقاء اليوم هو يعطي رساله لكل الاطراف في الداخل والخارج ان ابين لن تضاع او تسلم لاي جهات اخرى، بل ستظلي مع المشروع الوطني اللي هو مشروع اليمن الاتحادي وتحرير اليمن من الانقلاب الحوثي. طيب لماذا اذا لم يشير اللقاء الى ذلك؟ يعني اللقاء أشار في ختامه إلى وقوف المحافظة مع الدولة ضد الانقلاب، لكنه لم يشير إلى مسألة اليمن الاتحادي. لا، مع
أشار اللقاء بهذا البيان إلى بناء الدولة والحفاظ على الانقلاب. وأن هذا الانقلاب هو بعد سيتم تنفيذ مشروع اليمن الاتحادي الذي يقوده الرئيس عبد الرب المنصور هادي. وهذا بناء الدولة هي الأساس لنا حتى ننطلق بحضر اليمن من الانقلاب، ثم نبدأ بمشروع اليمن الاتحادي. واليوم هي رسالة لكل أبناء اليمن في الداخل والخارج ولجميع الأطراف، بأن محافظة أبين ستكون مع الرئيس المشير عبد الرب المنصور هادي ومع الأمن والاستقرار مع بناء الدولة، وترفض أي أعمال أخرى خارج الأجهزة التنفيذية الرسمية للدولة. والمحافظة أبين هي المحافظة الوحيدة اللي طبقت النظام والقانون في الجهة القضاء والنيابة، ويمشي على بصورة جيدة منذ حوالي عام بالرغم من في صعوبات، ولكن أبين تؤكد بأنها ستظل مع اليمن ومع استعادة الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الرب المنصور هادي. أشكرك وكيل محافظة أبين لشؤون الدفاع والأمن أستاذ محمد ناصر الجحمة، كنت معنا على الهاتف من أبين. بالعودة إليك أستاذ نبيل، محافظة أبين كما أشار سيد الجحمة واجهت الكثير من الإشكالات على الصعيد الأمني، كان هناك تواجد لعناصر من تنظيم القاعدة، لكن منذ يعني فترة طويلة هناك معارك مع هذا التنظيم، هناك أيضا تشكيل لعناصر الحزام الأمني في وتواجد لهذا الحزام أيضا في محافظة أبين. كيف ترى الوضع الأمني في المحافظة، خلفية وجود هذه الإشكالية مع القاعدة؟ القاعدة على امتداد الأربع سنوات الماضية اتضح كثير من كواليس هذه الجماعة، وأنها عبارة عن ورقة من أوراق السياسة التي تستخدم في إعاقة العمل الدولة ومؤسساتها، وفي تصفية الحسابات السياسية بين أطراف المشهد السياسي على امتداد الأربع سنوات وما قبلها أيضا. وكما نشهد أو تشهد هذه المحافظات بين حين وآخر بروز عنصر القاعدة بطريقة يأخذ حجما وصدى إعلامي أكثر من غيرها من المناطق والمدن. وبالتالي أنا باعتقادي الآن خفوت صوت القاعدة أيضا هو جزء من هذا المشهد الذي يتكي على الورقة الأمنية، ورقة القاعدة واستخدامها بين حين وآخر حينما تشعر هذه الأطراف أنها بحاجة فزاعة القاعدة لتحقيق اجندات واستراتيجيات لها في هذه المنطقة. وللأسف هذه الورقة أيضا أصبحت ليس فقط على مستوى القوى الداخلية ومراكز القوى، إنما أيضا أصبحت ورقة في يد القوى الإقليمية المتحكمة بالمشهد المناطق المحررة ومناطق عدن وما جاورها من قبل الإمارات وغيرها في هذه المرحلة. وبالتالي أنا باعتقادي القاعدة هي تحضر كلما أريد لها أن تحضر وتختفي كلما أريد لها أن تختفي، بمعنى أنها ليست عامل رئيسي في المشهد الأمني في هذه المناطق بقدر ما هي فاعل غير رئيسي يتم توظيفه في الصراعات السياسية، مما يعني أنهم إمكانية حضور الدولة ومؤسساتها يمكن التحكم والسيطرة بهذه الورقة. طيب هذا على الصعيد الأمني، في مسألة الصعيد السياسي، وأنا كنت سألت الوكيل المحافظة في هذا السياق، هذه الفعالية كان هناك ما يمكن أن يفهم أنه هجوم إعلامي من قبل ناشطين محسوبين على الحراك أو المجلس الانتقالي الجنوبي عليها، لكن أيضا ناشطين محسوبين عليها أيدوا البيان الذي لم يشر إلى مسألة الدولة الاتحادية، لذلك أنا استسألت حول هذه النقطة. برأيك ما هو موقع أبين من عملية الصراع السياسي الحاصلة في اليمن؟ لا شك أنه أبين كغيرها من المناطق ربما هي الأقل انقساما من غيرها من المناطق، نظرا لأنها في هذه المرحلة تعتبر باعتبار أن رئيس الدولة يعود إليها وينتمي إليها، باعتبار أيضا قادة كبار في الدولة أيضا ينتمون إلى هذه المحافظة، وبالتالي يعني التماسك السياسي فيها حاضر إلى حد كبير. رغم أنه يعني مع ذلك أيضا هناك نوع من المحاولة لموائمة بعض الأصوات التي لا تريد أو
يعني مأسورة لمشروع الحراك السابق والحراك الانفصالي، لكنها أيضا لا تستطيع أن توجد خارج إطار الإجماع الأبيني صح التعبير، وبالتالي هي تتواءم وتتناغم مع كل خطوة يخطوها المجتمع الأبيني بشكل كبير. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ نبيل. أرحب بمن ينضم إلينا من أبيان أيضا، مدير عام مكتب الإعلام في المحافظة الدكتور ياسر باعزب. أهلا بك أستاذ ياسر. دكتور بياسر، إذا ما تحدثنا عن أبيان، ما هي أبرز المتطلبات التي تحتاجها أبيان في هذه الفترة، وأن تتحدث من وجهة نظر السلطة المحلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بك أخي العزيز وبقناة بلقيس. أهلا بك وضيوفها الحاضرين. وعندما نتحدث اليوم عن أبيان فنحن نتحدث عن محافظة. ألو. نعم أسمعك بشكل واضح دكتور. أخي العزيز نرحب، سعداء أن نكون اليوم متواجدين معكم مباشرة، نرحب بالضيوف الحاضرين. طبعا عندما نتحدث اليوم عن محافظة أبيان ونتحدث عن اللقاء التشاوري للشخصيات الاجتماعية والأعيان على مختلف مديريات محافظة أبيان، والذي عقد اليوم في عاصمة المحافظة زنجبار تحت شعار معا من أجل أبيان وتوحيد لجهودها وخدماتها. أبيان عانت بما فيه الكفاية، أبيان معاناتها ليست من اليوم، الحرب الميليشيات الحوثية عام 2015، ولكن معاناة محافظة أبيان منذ المراحل السابقة وبالتحديد منذ صيف 2011 عندما تم تدمير كافة البنى التحتية ومنازل المواطنين، ودفعت أبيان الثمن غاليا في الدفاع ضد الإرهاب عن الوطن وعن المجتمع الدولي وعن المجتمع العالمي في حربها ضد الإرهاب. فدمرت محافظة أبيان بالكامل ودمر كل ما هو جميل فيها وشرد أبنائها إلى المحافظات المجاورة، ولكن أبيان اليوم تستعيد عافيتها. أبيان اليوم من خلال هذا المؤتمر اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم في عاصمة المحافظة للأعيان والوجهاء وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميثري ومحافظ أبيان اللواء أبو بكر حسين السالم، كانت رسالة واضحة مفادها أن أبيان مهما ظلمت مهما عانت مهما تشرد أبنائها مهما دمرت البنى التحتية وكل ما هو جميل، لا تنكسر أبيان وستظل أبيان رغما صعبا. كان المؤتمر اللقاء التشاوري بمثابة حاضنة لجميع أبناء أبيان خاصة المشايخ والأعيان أن يكونوا عونا وسندا للدولة المدنية الحديثة التي ننشدها جميعا، ومساندة للشرعية الدستورية مثلا في فخامة المشير عبد الرب منصور هادي حفظه الله. طبعا اللقاء التشاوري خرج ببيان قرئ على جميع الحاضرين من الوجهاء والأعيان في محافظة أبيان، وكان بيان يتناول جميع الأطر والمعاناة واحتياجات المحافظة ووقوف المحافظة المشرف دائما في كل مراحل الشرف والبطولة. أبيان اليوم ترفض المحافظات التي فيها الجبهات مشتعلة بالشهداء الشهيد تلو الشهيد والجرحى، وليس فقط في المحافظات الجنوبية ولكن على مستوى الوطن في كل مواقع الشرف والبطولة. أشكرك دكتور ياسر باعزب مدير عام مكتب الإعلام في محافظة أبيان، كنت معنا على الهاتف من هناك. أعود أخيرا إليك أستاذ نبيل، يعني في سياق الحديث على أن الرئيس عبد الرب منصور هادي يضم حوله شخصيات من أبيان، حديث على أن الرئيس عبد الرب منصور هادي نفسه من أبيان، لكن عندما نستمع إلى كلام المسؤولين المحليين في محافظة أبيان نرى أن هناك معاناة كبيرة، هناك وضع أمني صعب في المحافظة، وهناك من يتحدث على أن الرئيس عبد الرب منصور هادي يحابي أبيان ومديرية، يعني بخاصة أهله في مديرية الوضيع. كيف يمكن فهم هذا التناقض؟
باعتقادي ليس الموضوع بهذه الصورة التي ربما يتخيلها البعض. أنا باعتقادي أبيان أيضا ربما هي أكثر محافظة في اليمن خلال الأربع أو الخمس أو ست سنوات الماضية منذ ما بعد ثورة 11 فبراير حتى الآن، من دفع الثمن غالية نتيجة للصراعات التي حصلت في هذه المديريات هذه المحافظة، وتم دمار كبير خلال تلك الحروب، وقدمت الكثير من التضحيات يعني في هذا الصدد. لكن أيضا اليوم قد يكون هناك نوع من الحديث عن تعيينات في السلك الدبلوماسي أو السلك من قبل بعض الأطراف أو من قبل الرئيس هادي لبعض المقربين منه، لكن في الأخير أنا باعتقادي أيضا حتى الوضع السياسي الآن هو لا يخدم مثل هذا التوجه، فضلا عن أن هناك إشكاليات وتعقيدات كبيرة أيضا في المشهد الجنوبي فيما يتعلق بالفصائل اليوم المستقطبة من قبل الإمارات أو من قبل أطراف أيضا غير الإمارات، من قبل يعني هناك إشكاليات خطيرة فيما يتعلق بحالة الاستقطاب التي تجعل المشهد الوطني مشهد غير منسجم وغير موحد تجاه قضية معينة، وبالتالي يعني من الصعب أيضا حتى على رئيس هادي، وهنا هو الإشكالية الكبيرة أيضا وهو رئيس الجمهورية وهو غير قادر على العودة إلى العاصمة عدن فضلا عن أن يزور هذه المحافظة التي ينتمي إليها، في دلالة على أن الوضع الأمني والسياسي ليس على ما يرام في هذه المرحلة. طيب برأيك يعني ما هي الحسابات أو ما هي إذا ما وضعنا أبيان في خارطة المصالح وفي خارطة الاستفادة لكل طرف، أين تقع؟ أين تبرز أهميتها الاستراتيجية برأيك؟ أهمية أبيان الاستراتيجية هي مثلت في مراحل معينة خاصرة الجنوب، كان كل المعارك التي في عدن كانت تحسم من قبل هذه المحافظة فيما يتعلق بصراعات السبعينات أو الثمانينات أو حتى حرب 94، هي حسمت من قبل تدخل أبيان في منتصف المعركة وحسم المعركة لصالح قوى الوحدة. وبالتالي اليوم أيضا أبيان هي يعني شوكة الميزان فيما يتعلق بالمزاج الجنوبي، وخاصة أن هناك خطاب انفعالي شديد الخطورة فيما يتعلق بنظرته لمشروع اليمن الاتحادي الذي يقدم هذه نفسه أنه راعي لهذا المشروع. وبالتالي ضمانات هذا المشروع تكمن في وجود قوة وطنية كمحافظة أبيان تكون في صف هذا المشروع، هي تعمل على نوع من إيجاد توازن في المشهد الجنوبي تجاه مشروع اليمن الاتحادي الذي يعلن عنه. أشكرك أستاذ نبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، دمتم بخير في أمان الله.